بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان وكيل لببق اللباطني اللبات كم إذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بين كسو جري وقبقباء باب التحريض على قتل الخوارج أبواب تكسب سنة الخوارج تي أحكام تضي تلمامه هذا أي أساس عذي باب كان حكسب سنة هاي التحريض بورين أم قوبابين أم عرابين لغو عربيو مسلمين تا على قتل الخوارج خوارج تا دلكو دا أم اللين تودا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع، قال الأشج حدثنا وكيع ننك لو حجم واتقرني سادة عن وكور يو. حدثنا الأعمى سليمان عن خيثمة بن عبد الرحمن ابن أبي صبر واتقرني سان عن سويد بن غفلة البجلي، قال وحوري سويد وتابعي كبيرة، سويد بن غفلة تابعي كبيرة وي نمنا صحابي بكدي أنت كخل دمي، قال وحوري سويد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. إذا حدثتكم هدان إذن كتب يو وحيدين كتب يو عن رسول الله رسول كلا وحيدين كتب يو صلى الله عليه وآله وسلم فلأن أخر إن أنكسوه بطن كسوه من السماء عرك أنكسوه فكاده يا أحب إلي أنكتش على هاي من أن أقول عليه إن قبنا برتصوبانها ما لم يقل حسن أرنين. وإذا حدثتكم هدان إذن كشكي فيما بيني وبينكم أرمها سياسية أنيق إذن كذين لحي يكبل شأها فإن الحرب دقالك خدعة وهل مر الله يستقوي. إذن سبب حديثك كان يحاوي علي بحرق نقولها مركو هولا كلمه أما أرم وين أدعاه أما وح صب لأركو يحرق وين يدعاه صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله مرك قاركينا صدق الله وبلغ رسوله بأورن شري تدك قار كيبا مركو حيو قادن شرين قد يدان دعضي دعضان إنو علم قوني أو كهيو نبي أو كتبني وهذا من عادته مركو حلو كلمه ما يشهدينك سبحان الله يا الله أكبر يا أذو حشاكتان أذكار كلا الله تمادان يا صدقهم ولا هينو إذا صدق الله ورسوله أما صدق الله وبلغ رسوله أدبو أورن شري مركع عامضة قيبة كمذي أصحاب تيسي يقول لها الرئي عراقي الرئي حجاز إن بدون وكمذي حيوقا دانشرين قد يدان وكتعليقي صدق الله ورسوله أما صدق الله وبلغ رسوله وكتعليقي إن علم قناء وكورنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كان مركع كاسو خلصارية وحي أن النبي كتبين يتوصبان وكترنا يا أبو له مركان لكن سياسي إنه هو سياسي صعود فإن الحرب خدعة إلا صعودا وحنا نبقى أنا أطيرين يان لا أطيرين علي بان نبي كوريا يان لا أورانين نبقى وحي أن كنا أقول إن كسو حيجة هي ست طوزان إذن كشيغي إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل رواية حدثك أولي هاي إن أن عرك كسو دعوه ويشهم براي الدفان أما الضبايش ميل فوق إغطورته أيان كتش على هاي إن النبي كبنا بورتو فإن الحرب الدقال كمركة خدعة وهل مر الله يصدقه خدعة ووحل يسكت خدعة والله آخر ياي ويد أجر بدن تهوي صدق هذا معنى والله والله شجع خدعة هذا تراده ووحي مصدر من رأدي جرتيني وحال جو ذا دقال دن أم المسعودي بوحي كوجب الجبوبية وإن نقول كل راعي سنة إنه كوجل در راعي سنة هل مر الله يصدقه والله قائل هلو فإن الحرب خدعة مركب معنا واسدة وخدعة مرة واحدة هذا سيقول بودي أرجو عيدك كوجين جميعها هاي هالمرض إلضفته أول قال لي بنهلاي كل ما تابع هذا ونعطيك شبتا غير كانوا كريا وخدعة هذه لحركي خدعة هذه اللي جادنا وشيء قال يسكت دكروا شيء قد يجي سيل يسكت دكرايا أما قد بالغو قالي أما سير بالغا هلاي أما هبين بالغو قاضي أما كوفية الغوص وحدي ووحكر الاسكاكا دي خدعة ووحي اللي سكوت لك رهيو شيء اسمي اللي سكوت لك رهي خدعة روح آدت كوودك رهي لقرت بطن أيا خدعة اللي ده هذا واتقرنا إذا وزن قاس وحي كوي ماد مركا أيا ده بطن لقر بطن ذلك سيسو حيلات بطن يهيو هل حيلات ولي قاس كده بتاقنانين حيلات بطن لا إمو شلي وحي اللي بنتو كوها شهد بطن توكا لكي الحرب خدعة
خدعة الحركة وما هي دجال وحيلات بدنيا ودجار بدنيا هوي أما والله يسكون دكرا أما هالمرة لو دكروا دجال كود ما ده لبلا صدق هذا حركة والله آخرية وحان لو بدنيا هاي مدهورة مشهورة الحرب خدعة خدعة باللو بدنيا وحكو سعيقة مد لبادة خدعة خدعة اللي قد ديل كان للربا مد استعاد باقودن بيس فإن الحرب دقالكو خدعة ودقروا السياسة بايقة تايوي وحان النبي أتير نسيتو سنة هاي أورانين النبي أتيرس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محضور عن مغاتنا والنبي عن كحيان هاي إيقا دقيستبو سيخرج وحصو بحدون في آخر الزمان أي في آخر الزمان السحابة في آخر الزمان السحابة السحابة ضبا يا قضو ده آخر الزمن كودا نوال بحلقو تشاق آخر الزمن كسو تاقن ياي سيخرج ودنا وحيد نسيدا لقود دين هيا يو أدون كردن بابا إسكا آخر الزمن حلق النبي قال الله صوصا أدون قبا قبا إسكا هريب أبدان ياي نبي قال حلق الله صوصا إلى هذا أدون كنت لقره آخر الزمن بالله تشاق أنا بعثت أنا وساعة كهاتين وكي النبي قال عليه الصلاة والسلام لكن إن آخر الزمان كسحاب الغفة السورة أيوة دبدا مريان سيخرج وحصوب بحدون في آخر الزمان حل قدام بأما طبيا قضى صحابة قوم قوليو أحداث الأسنان دادو دو أيرتها الأسنان وجمع سن عمري كان لقوة دادا أي عمري كان لقوة أحداث كنا وجمع حديث أو حدث أما وجمع حديث أو جمع حدث روح دادا ير طيب أحداث الأسنان دادو أيرتها ويمركا دادو عمرقو دو أيريها دلين يراعة مليئة سفاء الأحلام جمع حلم سفاء وجمع سفي واذكرنا إيسان أحلام كو جمع حلم وعقلقة مان قابا سفاء الأحلام عقلقو دو أيريها مان كو دو أيريها أنا مسكح بضني يقولون وحيورنها يان حق عربك من خير قول البرية من خير قول البرية من خير قول الخلق باللوجدة من آدم قوحي كوها الله شيء قوان أكسن بكوها الله يقولون من خير قول البرية آدمه يا إنسانك يا مخلوقاتك وحي الشيغان كأخير بضان بي شيغيا القرآن بي أخرين أحاديث بي وحكاك شيغيا وناك بي كفريا وحق عربك وذا دانا وحيدا ومقلوبة كتشرو يقولون من قول خير البرية وأحاديث باسدا كتب وقلبي بكتر حديث وذا دورنا يا حافظكم كم بدي إنك الصمر كده بقول وحادع كرتين سيدا بأي تاي وحنا فسرية إن لوجد يقولون من خير قول برية الألفاظ هيد يتكلمون كلمة الحق لا يجاوز حناجرهم وربا يكوه الله يانو حقه دون تنو مرة في السنة يحسنون القول ويسيئون العمل تسيسا هذا الكي وناشينيا وحونا أكسن بشيغيا فالكو سوى كدوين هاي يقولون الحق والرواية كلي يقولون الحق لا يجاوز حناجرهم مركا أما مقلوب لو حات رضا وحلوج إذا يقولون من قول خير البرية من قول خير البرية أنك كي أخر بنا أحد شريعة الدين كسب الشيغي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ويمد أقوي يريان مانا كردق مهايا أما ويرد بن آدم كأوان أكسنا الشيغان حق الشيغيان من أقول لكم هيا يقرأون القرآن القرآن كي أخرنا يان لا يجاوز سكون دافين حناجرهم دون تضيئ كالحمه هذا يمرقون وحي كسيبين أما كدو سيان من الدين أي الإسلام من الدين كاسمرك أهل العلم واسكو خلافينه ولي من الدين من الطاعة إلى هذه طاعة الأئمة أمرادة مامولك تلزك جماعة المسلمين تأين يوهو قان سمان ويكامر قاتان والمسلمين تكثر سنادان بيديديا ويكسيبانيا وانما الدين تكف سري طاعه وحكمه ابو القاسم عفوا ابو سليمان الخطابي باكمدا معالم كيسي اعلام كسبه وحاجيه وذاتك يا قوام السنه قوام السنه الاسبهاني كتاب كيس شرح صحيح البخاري ساس ومرازقنا حافظك جمهور العلم وحيلين ما ابن قرقول وذاتك مشارق الانوار كسكلا قاضي عياض قوليها غريب كي معاجم اللغة كهلنا وحليه وحاصحة من الدين هنا والإسلام يخرجون من الدين أي من الإسلام محايل الدين كحق أبا اللوجي الدين كطاعة هاي هو قاسا كماء حديثة كان عضين دون طول لفظ عضبا بإمان دون ساسا يقول لهذان دم لها يمرقون وحي كسيبانيا من الدين إسلام كي كبحايا كما يمرق السوء قدسه السهم الليبكم من الرمية ماشي اللي قدو فطيه
حيوانكي لو دفتي عدود الله لهلي فإذا لقيتمهم هذا الله كلانتان فاقتلهم لايا رواية أحد يقول لي فإذا خرجوا وهذا أصوب فإذا خرجوا هذا يصوب بحان ويجماعة نقدان حق لو قروا يستغطوا مسلمين تخلافوا عيدا أما مضوا الضماء فاقتلهم لايا لقاها مركوا لقيه خروج كابا لوجهدا نبي قال الله كل ممن الدلين صحابة دليل لوكي أدي ذي وأنا قلت سوام مرة إنك يا أخوي ذو الخويسرة حرقوس ابن الزهير أما نافع ابن الزهير التميمي إلا دلوكيد دي دوما الله كل من لقاه حلوك جدا أيقوا جماعة وعيدا ضمي وإزدياري ومسلمين تقوق عن صير الجون وأبحي حاجة إن آفي تدقوا يديجي بنايسان وديار جرب هذا درجة أمريكا لا يوي فإن في قتلهم تقال قضي الله ينتظر حكوتشرة أجرا ثوابي حسنات لمن قتلهم عند الله يوم القيامة يمكن أنك الله دعا لما الله أجر بدن بيكه الأيام باكوتشرة وذات كسويد المغفلة هل كان حديث بو كوريا علي أسوق مرفوعة وحكى له وموقفات يا مراسيل كله ويا صدرت ذلك دار قدني لورنجري أو حكوا الرجال حمزة الكناني صاحب النساء وحول لم يصح ليس يصح لسويد عن علي غير هذا الحديث حديث كان حديثا كأهين سويد مغفلة علي وكوري وأصحي مجر مرفوع أجدا مرفوع كورا هذا كلو دور كوري دار قد ما سوى حيل وسوى هذا كسب دقيق سنة لم يصح لسويد ابن غفل عن علي مرفوعا إلا هذا حديث كذا مرة إنسان حافظكم حقود الفائدة في عن وحول وما له في الستة في الكتب الستة ولا عند أحمد غيره سويد ابن غفل عن علي هل كان حديث باكوجر في كتب الستة وفي مسند أحمد كان بس كله حمد الكناني دار قدن الحقوق فاديين هول كلي حافظكم الحقوق الدري وهل كان حديث بس بعلي كوريا في جميع الكتب الستة صحيحان كي سورانك هي مسند أحمد وموسوعة معلمة حديثية حدثنا إسحاق إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر النافع قال حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش عيسى سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش وحين متابعين هين وذات كوريا وكيع هاي الثومرتين بهذا الإسناد السند كان كوريا يعني مثله مثل حديث السابقة ثمرتين وكلاب يكحي مركا متابعة بو كان السند آن مركا لفظي كان حقوقي حالي كيادة مريسين حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا جماعة حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش جرير يا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد السند كدمر أعمش عن خيثم عن سويد بن غفل عن علي بهذا ثمرتين وليس في حديثهما لبدا انضم أبو معاوية يجري حديثك ذكم الجرو يمرقون من الدين دين كي كبح آيان كما يمرق السهم سليبك وقدسه من الرمية من المرمية إليه نفك لغوغا أنا أما ماشي تارجت كي شيك لغو رفتي أنك سومري عند الطبراني وحاكوي حديث كان مرقو ورني يا أبو جعفر الطبري وحكيم يمرقون من الإسلام يمرقون من الإسلام وفي رواية يمرقون من الحق من الحق لبعض الرواية مرقوا عادين يان دين كين لوجي إسلام كي إيمان كالجوده وحدثنا محمد ابن أبي بكر المقدم قال حدثنا ابن علية إسماعيل إبراهيم بن علية وحماد بن زيد وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني حدثنا حماد بن زيد درهم البصري حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب واللفظ لهما لفظ هنا وذا دهن دنبا إسكالي أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب قال وحيلا وذا دهاسي حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني وذا كذي جرتهم ويا دمرك عبيدة بن عمرو وهم متابعين يا سويد بن غفلة يوم متابعيني عن علي مرك حديثك وقم متابعات بضان وحديث الغوري في كتب في صفات الخوارج صحابة اللواطن يشان كبضان يا النبي حديثك كسو حيقته وريسه علي بان أقول روايات فربضان حيال قصة سيد خسيسي سيقنا لغو الشيقي
maalin asagoo hooyadan Aisha la joogto ayuu nabiga uga qiseeyay in ayaguna dili doonana u sheegay cid kala cid la dagaalama asaguna yeyna nabiga u cadeeyay marka cilmi gooni ah ayuu khawarijta horooda Cali ka hayay laakiin kaliya ma wariyo saxaaba labaatan iyo dhowr kor u dhaafay ayaa la wariyay xadiidka mutaabacaadka ragga taabiciinta ka wariyay 10 bay kor u dhaafayaan ee Cali kaliya marka waa qisa mashhuur aan Cali waan saxaaba عن عبيد بن عمرو السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه قال وحول صحابه ذكر الخوارج ذكر فقال خوارج النبي شيغي مركاس وحول صوبنه فيهم وحاكوجرا رجل مخدج اليد قعن ير قعن ناقصه مخدج اليد خداج الخداج والنقصان فهي خداج وقد قرات حديث قاركود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذكر الله مرك خداج هو النقصان فيهم رجل باكوجرا مخدج اليد كعندي سؤاي قعمها بنادم كيرتو كقابان تاي او اما سوحا كجرى فيهم رجل مودن اليد كعندي سؤاي تاك دارانتاي مودن اليد اي ضعيف اليد اي ناقص تاي ايو اي تبر دارانتاي كليين لبدا معنوي والمودن من الرجال الذي ولد ضاويا بيدان وداد لغوينت مودن ضد مقشو وعلان كروحي نو علان نمو كل شيء اي ان دهنا وكلو gacanti suba gacan calaan ahayd ama way ka yarad gacmaha binaadanka aw masdunul yadi wa lamid gacan yar oo marka gaaban bay ahayd way lawla an tabturu inaad kibirtaadan ka baqaynin la hadathukum halidin sheegi laha bima wa'ada allahu alladina yaqtulun ala lisan muhammad yani waxa dhakar khawarij wa ali nabiga nu tirna wali marka ali waxa uu shawta علي ابو وحوش خوارج ثم قاس وحول وحا كجيرا فيهم رجل نبي كان وشيغه هدي لكن هذا وحا هذا ذلك شيغه وعلي لولا ان تبطر بطرك اسل كيسو والطغيان في النعمه انت اللي بنتو كابطت برواقدو كابطت برسماتك ان اسغران ويدو او بطرانتا ليراده سومالي بطرانك لفتر كيسا وي استعمالان ارغا عربيغا وير بدلينو بطران وحا لو استعمالا نين هي نين تدعي برسماتك نعود كبضتي وإذا بدر هذا بطران كلا إذا هذا ونسكو العولين سكور قبين لولا أن تبطروا هذا نكب غينات كبرتان أما أد بطرانتان مركز أغاتان أجر كالليذي لحدثتكم محاندين شيء لها صحابه يتابعيني بما وعد الله وحو ربي أيبا وهي الذين قوة يقتلونهم خوارج اللين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم عرف كنا محمد أيبا وهي قال وحو يلي وذات كيها عبيدة من عمرو السلماني وسؤال أبدا علي ويدي مسألة كويدي قلت وحاني إذا أنت سمعت ماذا كم قلي علي وحديد كان من محمد عليه الصلاة والسلام ماذا كم قلي نبي محمد مسوى أرميه سياسة هاي الحرب خدعة علي قال وحور سيدنا علي إي ورب الكعبة ها كعبة الرب قدام كل دارتي أنا كم مقلي إي ورب الكعبة صدح جير أيو سيدا علي يلي أحمد وحاكوتي من رواية عبيد بن عمرو سلماني رواية وحاكوتي قتالهم حق على كل مسلم إن لا دغالمو نمان كالو جهاد قف قصو مسلمة يواجب كوي هاي حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي محمد ابراهيم عن ابن عون عن محمد بن سيرين عبد الله بن عون عفوا عن محمد بن سيرين عن عبيد بن عمرو السلماني قال الا لا احدثكم الا ما سمعت منه عبيد وحيري لا احدثكم اذن شيخ ما هي الا ما سمعت منه عن علي كم مقلي مويه فذكر عن علي وحكشي قداد كان دنبي متابع ابن عون نحو حديث أيوب محمد كسورني رواية هريرة صومتي مرفوعا حديث أيوب مرفوعا أيوة سونا وريي عن عبيد عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ضوح نمرينا عبيد بن عمرو السلماني يسود من غفل كلاهما يروي عن علي من نمرينا متابعات كانوا كاين الدونا مركة وحدثنا عبد بن حميد الحافظ صاحب المسند والتفسير حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني ابو بكر صاحب المصنف حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان حدثنا سهل بن سلامه بن كهيل الحضرمي حدثني زيد بن وهب الجهني زيد بادنا متابعين وداده لبدا هي صمرتين لبدا تابعي هوري
أنه كان في الجيش زيد بن وهب الجهني وحكو جيري وكتر سنة في الجيش عيدًا كالذين عيدًا كاسو كانوا مع علي علي السعد رضي الله تعالى عنه الذين عيدًا كاسو ساروا إلى الخوارج خوارج أبحاي كدولي مركي مسلمين تجد قوي يدبات بطن وقيستي فقال علي علي وحور رضي الله تعالى عنه أيها الناس دضوا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلاه بان مغلو يقول له يخرج وحابح دونه قوم قولي ومن أمة أمتي ذا كمذا قولي أمتي ذا كمذا بحايا يقرأون القرآن قرآن كأخرني من أمتي وهذا أركتان في أمة ورابع نصوم مري ولم يقل من أمتي يمنا مدهن وإنك صوم مري حديث أبي سعيد ليس قراءتكم قرآن أخرس كي نماها إلى قراءته ما كقرآن أخرس الله إيغو بشيء وحبه سي القرآن كأتوسين هياني وآخرين هياني إسكوا أدين هياني حقي سحق مخارج ذي الصفات كي أدها يأتوسين هيان مكالسكو كين إيغو وحما آخر ذا لنكو حما آخر ذا ولا صلاتكم صلاة دينونا معها بشيء وحبا معها إلى صلاته مركا الله إيغو ولا سيامكم سوم كين معها سنن كأت سوميسان سنن كرمضان لقمها الله سنن كالقها الله إيه وإلا صن سيف عم بالله صومعي هدي مركا حق تاجد كي يوحي قدر هياني خيرات كالان لو جيدين أن لو جيد ولا سيامكم صوم كنوا ما بشيء شو حبق لنقول ما هيو إلى سيامي مركز صوم كذا الله يقو يقرأون القرآن قرآن كي آذوا أخرنا يانو توزينا يان يحسبون أو يحسبون وحي مودا يان أنه قرآنكو اللهم أيقين التاجر وهو عالم أيقونكم مخاتك عاية يعني قرآن كي بيقاضها يانو ميل أن لاين بي كوع منها يانو قرطجح كبضا فهم كنوا كويري هاي قلة الفهم ما هيسه لا تجاوز مرة في صلاتهم صلاة دوضو تراقيهم كالحامه هذا جمع ترقوة وماشى لفته لابطو لنا والاسكير هذا يمرقون وحيكسي بنيان وانكم مرق صوشين أسل كيسوا شيء انو كبحو ماشو كقل ميلان كأهي وانا مخرج كيسو مدخل كيسو كالدوان هذا خروج كقودنا والاسكير هذا مرق يمرقون وحيكدو سيان من الإسلام وضاركتان هذا من الإسلام من الدين ده غريد هذا من الإسلام كما يمرق السهم ليب كسو وقبحو من الرمية ماشي اللي قلت فتاما شيء الله لي لو يعلم الجيش عيدان كدي وقال لها الذين عيدان كسو يصيبهم لين يو أصيبية ما قود يوحي الله حكم اللهم أيها على لسان النبي من نبي وضعرف كسو الله حكمي صلى الله عليه وسلم لتكلوا ويتلصارا لها على ذلك معرضين على العمل يو عمل كتير ثانية عمل كاس بيتلصارا الجهاد كأيمان كجهادين أي خوارج الجهادين ثواب كي كهلين بيتلا صارنا إسكوها اللين لهايين وعبادة كانوا بيرين لهايين لاتكلوا على ذلك الجهاد والقتال عن العمل معرضين عن العمل عمل كي قابل لهايين كاس إسكوها اللين لهايين بالي وآية ذلك نمنك على مضوضنا وحاول وآية ذلك نمنك صوبح يخرجك على مدي سوحاوي أستنتيسو أن فيهم رجلا وحاكجرن له عدد عدد له من عدود لا كجر عدودنا وحال يا جنتا قربك هي اللي هذا اللي بك قرب كوز هي حبان كبود وآية ذلك أن فيهم لعله بيدن قرب يا قرنت لعله لعله أنا ماركه لعله قال طيب وآية ذلك أن فيهم رجلا نبا كجرة له عدد باني إدغان لعله هايدين إدغان نصك الله شحسن إيسا تمية له عدد أو لعله عدد إنو عدد لها لقيا أبو وليس له ذراع ردنا نعان الله قعنت سردن بوهل كان يكسر بحضا إنتن وابا إنتن ما بلا هابا ردن ردن ما بلا هابا يشقي ليه يصح الوحاطر آدم على رأس عدوده عدودي ذا مدح ذا وحاكويا له عدودي ذا مدح ذا وحاكويا له مثل حلمة الثدي ناس كإبتي سوكال ناس كأذنها إبتي سوكال هل كاكايا له قفور كعدودي ذا عليه وحاكويا له عدود داس أما ناس كإبتي سو حاكويا له شعرات بيض تماع عد باكويا له ورواد كقاركو كتل المامين شاربتا يان يورتو كالي يعني يرتسم هذا رك شارب بيلي هذا شارب تيدونه
تمرد دير وعاد عضو مصيبة أوي كواس وكلا برتن كجيان أفكا عدود ديس ليش فروك صبح الآية سيدنا علي وحول مكة فتذهبون نقول مركة قابك لو أبو ري قابك ويقيا مركة حول شيطان بويقيا وحديث بوحو تلمامي مركة خوارجتي إلى اللاية وأصيق لقد حيلي يسيدنا علي وحول ننك يا قرني يا يقان ننك مسلمين تدقال كجوينين كميدا وحو يري نغا نقانو وهبل هبل هو يدي بابا جوكتا هبرت الرشايب عالي اللوغو ياري ووريست بنينها كور بحي برساد حالك سياها ياك هادالي قاب كيد نقول كسوا وحي ترى نوغو أنو حوالي جوغي ترى وحيلي جاهلي قبل الإسلام ومبا مالي مال ماها كميدا أنو أرقي لجوغا ما قيري لجوغا ما حوليه لجوغا ما بوحا ضرور حد مودو حربا يقو فريستي كد مكام يرسدينا إن لي تجو كلام مودة أوربان كو قادة كان عن كل لايتي مركو وابا فرح جنب على جيابه نقول فرح جنو ياي أيا دعي كرتا سيدنا علي مركو حويلي فتذهبون محد أديس إلى معاوية معاون وسفيان كدو ليسن وأهل الشام ريشا وتتركون موحد كتجيسن هؤلاء يكون خوارج تا يخلفونك ويقو إذين دوام مرها يفي ذراريكم محستيني وأموالكم أنتدي تلايا قرب ما أبوري إن الأمك الشام يكدو شان معاوية يقول يهاس نمان كان أرضا إذين فدي كفضو الشيطان أتكتك إلا حرورة بيسكو الرسيون وكفضو الشيطان وان كديرين بور حرورة اللي دادي فديان ويعيدا كو أمامضها يعني سيديت كون أما طبان كون عقايني مركا يبحين أفركم بيهاي كدي من وابطين marka inaan taa duul markaan dhaqaanay reerihi yaruutu noo doon maran oo muslimiinta baabiyaan gar ma abuur nimankan hortaan meel saar nimankan meel saar wallahi allah ku dhaarti inni la arju waxaan rajaynaya an yakuuna inay noqdaa an yakuunu inay ahadan haulaa ilqaw khawarij nabigu u tilmaamay kuwan inay yihiin baan rajaynaya maxay ila fa innahum ayagu qad safaku wahidat shan adama al harama dhig haramay daadiyeen wakii qabab ibn arad wiilkiisa abdullah ay dileen way adoontii suriyadna ayay idu xamilay intay caloosh ka dooxeen ilmihi yaraana ay dilan ayna ay kala gooyay asagoo ayagoo wato asagoo u xiran yahay waxay soo mareen beer nin leeyahay markaas mid kamida mira dhulka dhacay intu qaato afka gali mid baa wuxuu xiran maxaa afka u gali si ilmaha miraha maxsoo ma dhici karto nin dhimmi ah oo kitaabi oo nasrana ama yahuuda beerti inay tahay oo magan iyo amaan ku jooga muslimta dhaxdooda يا كوبنا إن هذا عنتو مريهس عبد الله بن خباب الحوري من هذا خد الله من إنسان إسكي الله إنسان أنا كحرم وين يديك أنا إسكك إلى لي ساس اللو في روال سعي ويجور عم إسلام دنا على شيء كده حلمي يرانا والراعية حولي مسلمين تفوفين وين قادين وين غني مجتهد فإنهم قد صفقوا وحيد ذات أدم الحرام ديك حرام الداديين وغاروا وين وحورين في صرح الناس فوفت ابن ضد المسلمين تصرح وحولها فوفة أما الصوفة صدام فوفي صوفة ولا إذا ذا وأغار وي ويرنا أما وي وقادين بفي صرح الناس فوفت المسلمين تحولي صوفين وي قادين ضد يدوي ميدا ما يزيد بدبادنيه فصيروا على اسم الله إله مجع يقول دقاقه لمن كان يعس كرها قال سلام لكي الوحيدي فنزلني وحيد تشي زيد وهب منزلا منزلا قاب كلو دولي الى اي لو تغاي كل ما مشي لو فرتي الا سين مري لو نستي صحابدي علي كوسن استن بو اي تلمام غرو غرو يغ تلمام يا غوب غوب هلكاسان ارورتي دغني وان كررني بر دور هلكاسان كفرنا هرغلي وا كعروني هبين هلكاسان كدلمني وا كبريان ككلهني ميلب لان تغني وحو شيغا وددي لقادي بو تلمامي فنزلني زين وهب الجهن وحي دجيي منزلا منزلا في السير والبكي الى سفر والسفر حتى قال الى ايلي مررنا وحان مر مر كدنب على قنطره بونتان مر وبي مركا كوفا اكتد مر مر يغبشن هذا العراق بكو يا لمد كميده وحرره ادوا ايا قنطره بونت لو جده على قنطره بان مر قنطره مركا مقع بيليد وعان ويد قنطره دبرجان هي زبرجان بوالا شيغا زائن الاخرين دال الاخري بوالا شيغا وعان ادي زجان نقول يا اخريا لكن دبرجان بلو بدنيا ان دال الاخري على قنطره بوندان مري وبيغ لو غويو ان كو دوان فلما التقينا مركانو كلني
وعلى الخوارج خوارج مرك وحا أمير يوم ذي مالك إذا عبد الله بن وهبر الراسبي الأزدي نكا سياوها أمير كأها عبد الله بن وهب الراسبي ونك هو جامن يا خوارج مالك يوم النهروان مالك القدر الله من يوم النهر والله يقنا مركب حوها نكا صاحب علم بالغش نن أقون لأنه أقون بطن صاحب علم وشجاعة وفصاحة وعبادة وزهد بلغت المام في التراجم كل قد مكث في رسال بل وحوعان قوة إلا إذا لغت المام ذات ثفنات بلونجر صاحب الثفنات نيكي قرفلت كي سبرت لها وجهي سي قعمي سي لويها يلغة وعبادة بنا وسجود جري قرفلت بين نقدر سبر بين نقد قعمي سي جلبي سي لغة بين نقدر ننكاسو أها ننكب يوم مصيبان أواها نبي قوسو قاري ونولب النبي قوسو لكن نبي موسى أرق دقال لي سعد النقاس العراقي فارس كقبتن رج كقيب قاتيبه دقال كقادسي رج تجيبه كقيب قاتي سيدنا علي دقال لي العراقي رشام نو كقيب قاتي يوم الجمل يسفين يوتشو علي بو تجروها مركي في النادي دعوي وتحكيم كلي رشام ير عراق له شيء سيو وهالله صار جدي رج كبي الديدي وأي لا حكمة إلا لله تحكيم كديدي علي التكفيرية مركز ضمبي ننكيو ننو عاصو ننكو وعلى خوارج خوارج وحامرك أميروا يوم ذي المالين كاس عبد الله بن وهب الراسي بالأزد فقال لهم وحكويد أميرك خوارج حرتي سو حكويد ألقوا الرماحة ورمها طورو ورمها طورا نمان كسان شاب أردهانو ودقالك أهل بوبو فود السوقليو ورن كالادي وح ورنكو متقالمين وران مكتوب ور مره دير با الاستعمال جرو 2 متر ام 3 متر كد من نكو سو كو سو دوينو سو مره برتاس ياد كو دفنيس اما وا كو توري اما لو بهايو ادب كات كو توماتي مركه مره منو سيداس فود هل لغلي سيف توان لسكوت رسولتو كو برتا لا اسكا اصل القص القى الرماح ورمها توره وصلوا وصلوا سيبا سيوفكم سيبين قالك كلا بخا من جفونها قالك يدا كبخيه محاجروا ورمها لو دغي او سيفا قالك لوغا بخينتان سي سخنو خو ربا اني ان كغارسينو له فاني اخاف وحن كبقايا اينا شدوكم ان ايدن داريان كما ناشدوكم يوم حرورا ان ايدن داريان والين المي هي وكتابك ربي ان كلا بخنا يداهدا يعني كبقايا اي مركا اندها سارتان ورمها حقا لو تورو سيفتنا قالك لا غلا بخو نيمان كن دفل ليداهد يا من لغو سمن بحلي يا هلام با نقص كان لغو دجيوله علي حرتي سي صحابه فاني اخاف وحن كبغى يا ان يناشدوكم ان داريان والهي اذ حسس اذ اهبيان ورا لهن اللمية كما ان ناشدوكم سيدي ان اهبيين يوم حروراء يوم الصيفين بوجيده حروك لغو دغالم ما جرو دغالك صيفين بو جوغي سيدنا علي ومن معه ومعه معه اي كو دغالمه مالك ومالك الرء شام لقط الله بحيله هاي دخلك مركو السعودي وحقوشي عصره لققات الرء شام مركي أركينا يتشبيا وعم نعاس الناس عقل بنا الداهيةها دخل يحيله ورمان طوي نتشبينا دب دم بنا معاوي فود لقيل ما هي محن نصمينا معاوي الله تشدي عيدن كسر لا أنا يوسيد بلك الله شري مركو أركي يحيله كتب قرآن عن سوقانه ورمها أنكم من ضهنا بينا وبينكم كتاب الله علي يحيله ووقف هذا كتاب قرآن هو أركو دقلك وتوشيني يا المدر ويز تقنا كارتلا وحاك يعني عم عصبك يعني كانوا تيب وخوارج كهالله يا نين كان مركا خارجي عبد الله مور رأسي ما نكرك كتلية هاي وركا كتاب كانوا كذي وكتاب قرآن ما نمكوا كريويني علي ودقلك وط ويش شبه إن ما نك يان لقيت وتشيني حبط كتاب قصو كيديدين ما ومسلمين تصور على وكريواي ريشا هذا مركي شبابي ولا هجوش النجسي كتاب كر الله قادم حيوية رجبوا أهواي وكتلي اللي جديد علي يقول مايا مسلم كتاب كان قرا بحنا لي أنا وهذا حبت قوة ماي بنا أنا رقم تيبوا كهلا يا خارج وحلي يصير هذا كور رشام كتاب كان نقص سيرة يعني كتاب كان نقص من علي حرتي زمان فود هلا قلي وركوت فانت زما سفينه وي إلا هذا دجال كان نهروان وحورع هي صدنا يسديه هجرة سفينه وكوري لبس أنا مسند بكسيوري فرجعوا لابتين
qolihii markii socdeen ay dib ay isku noqdeen warmi hadan meel laga soo tagi karo lagu ilaalin karo in lagu tuuro waran banaanka lagu tuuri maayo farajacu waa laabteen fawashu fawahashu afwan fawahashu waxay tuureen birimaahihim warmahoodii bay tuureen waxasha rajulu idaa rama bithiyaabihi wa silaaxihi makhaafata an yulxaqaa la yidhahda markaad carareyso ee lagu cayrsanayo eed isfudayso waxaa tuurtaa waxashada la yidhahda kabtaa tuuri oo karintaa tuuri oo boorsadaa dhigi oo koofidna tuurtaa laga yaaba mar haddii lagu cayrsanayo marka si aan laga fiirsanin yayba u tuureen ba warmihii baa lagu yidhi farajacu waa laabteen khawaarijti fawaxashu waxay ganeen oo tuureen si ayna ka fiirsanin birimaaxin warmahoodii wasallu suyuufa seefiina waa siibtuna galkay kala baxeen washajarahum unnaasu dadkan waxay ku wareemeen ayaga khawaarijtaha birimaaxihim warmahoodii muslimiinta kale warmay wataan khawaarijoo seef galla la ordaye markay soo baxeen warmo dhaadheer un baa laga horgeyey waa un lagu mudmuday uun sida fargeetada raashinka loogu qaataa lagu qadqaata talaxumada eeg wuxuu sameeyey talaxumada washajarahum unnaasu dadkaa ku turqoo ku wareemay birimaaxihim طعنوهم بالرماحين باللوجدة يقالوا شجرة فلان وفلانا بالرمح مقد وران كروحك أتك قتميسو يا شجرة الليل هذا وشجرهم الناس ضدك كد كور يا ما أما كقتن شيء بالرماح ورمهودي واقعين قال حول تابعي وقتل بعضهم على بعض بركود ببركود لست ولا استوب صاروا يهاد ولا كي صور دوران كفرده كجيل كي كرقد اللعي وقتل بعضهم على بعض بركود وبركة اللي قد الدلوية واسكت الدعين وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان وما أصيب لمدلين أما لما أصيب من الناس أي من المسلمين علي رجل السعودة باللوجي هذا يومئذ مالنكاس إلا رجلان لمن نموية لو نبقى أنه مالنك أنك دي متبور أيونا سيدي بالكي باي أولي إذن واسكت الدعين ولا رستي رواية يعقوب الفسوي يعقوب بن سفيان الفسوي يخديب البغدادي عن أبي مجلس لعاق بن حميد وحكتمت كان أهل النهر 4000 أهل النهر 4000 فقتلهم المسلمون ولم يقتل من المسلمين سوى 9 سقال بمانك أكدمت إنت أصدق أدى وزيت إنه أهل الجهن مانك أصدق أركين بالله أهيد مويين رقر دنتي مسلمين تمانك شهيدي سقال بي أهاي عند طبران من حديثي جند عبد الله البجل أصدق حكيمت إنه علي جري لا يقتل منا 10 ولا ينجو منهم فوق 10 حوري أنه طبان نقرد من ميسو أيوغونا طبان كبضان كبت بادي ميسو علي حقب كهي سيدي بين نقطي مسلمين تسقال أما طبان باكرد من طي أيوغونا أفرت كن رغان طبان كبضان نين باكا فيك تالي صدح كن إيو سقال بقول إيا سقاشن باس ميلا دقي هذا وطال حمام حوري وحل بصور دقي إذن كو سيب كلي دور دهاية نمان كقالة كقال زين تسي كتاب كورو قادم كتاب كبك عرها يا حور مركا جندو فما قتل منا يومئذ 10 ولا نجا منهم 10 تنابا كعاد طبان نقمار دي من السقال با نقا دي ماتي أيوغونا طبان كما فيقين السقال با با كفكتا مسيديات با فيكتايبا يعني ماشا إلا رجلان ياس ولقا حيوك بدايا وعلى حسب انتو أصغو أركيوي فقال علي رضي الله تعالى عنه التمسوا الرادية التمسوا دوندونا فيهم جدود المخدجة كدوندونا ننك علانك أم عريانك كفر كبار رقم يشو كل هذا فالتمسوه هو دوندونا هو راديين فلم يجدوه ويواين صحابة المسلمين فقام علي بنفسه علي باستاقي اسكو اجتاقي حتى أتى ناسا إلى أتقى قل يا خوارجو قد قتل الذين بعضهم على بعض استولي يا لور رستيسن بأتقى قال علي حور أخرهم كلا قاد نمان كان رستيسن بل كلا قاد ونبال بمالدك فوجدوه أساق بيهلين ننكي عريان كهاي لصوت الماما يهلين مما يهي الأرض سوروا الكحيقة ما الفرق ولي بركبة كل أدين لباتن طبان استولي يا الله أيو نكو أهو سيبوها اللي هران بعريان بوها على المحاول فكبر علي با تكبير صدي روايات حديثك كميدة علي وحشيك يا نينك علي وبا يقاني با علي انتو كوفة جوغ اما مدينة جوغ ضدك ويمن شري لقدين شري لقرعين شري حرت كحرا علي بو اها علي امركو اركو يحدو ارن شري
قولي صواب حدونا الجرا وكتير إنه عنا أسقط المامجري أسقط المامجري مركز لبسن جري كان وليجري على هذا كود الله هني سال الله مك عابي حرت كسو حرنتي دب أسقط دبس عتنين كان أبغى كمدة مركونين كأركو يز على حسون جنبي حديثك أشيء مركز حديثك سيجي جري جند بحوري يزيد من وهب الجهني ننكي بواجد نبحور بصدي حلقات على إنه يماده لكثرة ما يذكره علي من صفته هل مقت يضيم مق على إيه تركي الله يم على إيه تريد كما قص الله هذا الوجود على الله مقت ما فدين كرتيد وحاجر أن هب الهب ساو إجو مرد وأنا سلي دونه هذا مقوع العلي مرد بلا الكسور نقول ميس لها أم بدك تكني ننكي فدي وهو لكتب صدي شيخ شيخ جدا علي بود بصدين تلمام خوارج علي شيخ بود بصدين وقع الرح القديس وحقوق بيركبون وراعي مركضهم برتبي علي اسكهله فكبر علي بتكبير صدى مركو معجزة وغيب وغيب يعني إن هذا ذكر كيسو إنه وسكدين ثابر ذكر تدادون هوبين ووحي نبي كوشة وصلنا هين ما ذا ذكره نين كان إلى شو حرت إذا مردو ونسيلي دورنا دقال ما سكور من دورنا أسقانا تلمان أنه ما وينات علم غيبه صديق عليه قلفه بس كده يكرموت الفجر فكبر أو تكبر سيدنا على الله أكبر وهذا عادة المسلمين وحيكون فرحان مكة أركان إنه تكبر صدى رقم بيقوليه المسلمين لكن صومالي وهران ميسان أقون وهابي ذا برطي وهابي ذا برطي صومالي ميسان أقون مكة وحي يكون فرحان أركان إنه الله أكبر إلى هذا وهابي الله تمت مسلمين لكن ركوز توي قانا يقول تكبير بيقول يين هولي رد يسكوها قط ويكسي الدين أيه سمعي دار حياة الإمارة الإسلامية كده بيسو إسلام كوينا كف عناين نقول رمي قري سكلور داية وينو بضنين وحين وحابة هاي ملاس إمارات كي تضبلها إمارة زي العي أوفاد إيو إمارة عضلية هولها وحسوق قار إلى إمارة كد سنيد رواندا إلى موزمبيق هولها رد يقوم بحسن أنت كلي رمي قد قليل داية هولها ما فهمها هي تكبير مركب حاكيني وهذه التي هذا والله وذي قلنا فكبر وتكبير صدي سيدنا علي ثم قال صدق الله الله رنشك وبلغ رسوله رسول كسنا ونسوك قال يفرمه علي قال وحور السحابي فقام إليه عفوا تابعي حديث كوريني فقام إليه عبيدة سلمان عبيدة أستاذ عبيدة نركر واد ورنا هذا وزيد وهب أنه هين سوما يتودم بس زيد وهب فقام إليه عبيد السلمان بأو إستاق عبيده وانين كبار التابعين كبار التابعين نورب النبي كسو قال هذا نؤوين وي وتابعي كبيرة رقع عمر يا أبو بكر يقول له نوسو قال برلا رواية كلها يا بضان كوت فقام إليه عبيد ابن عمرو السلمان بأو إستاق فقال وحر يا أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كوديو الله الذي لا إله إلا هو لا سمعت هذا الحديث من رسول الله اللي وحيوك يا عبيد سيدنا علي مربن اسكيد هذا صدق الله وبلغ الرسول اسو حديث ورنا ينب يقان مركو خو ربا انو كلا سارو هو شو كلا سو الله الذي لا اله الا هو اللهن الله مين اسو عيد كلا ايشن جيرمان كوغو داريه لا سمعت هذا الحديث حديث ما ذا كم مقلي من رسول الله قال وحو اي والله الذي لا اله الا هو ها اللهن الله اسغ ما الله كلا جيرمان كو دارتي اسان كم مقلي حتى استحلفه ثلاث إلى صدح جير أوداري صدح قرب أوداري عبيدة ابن عمرو السلماني سيدنا علي أوداري وهو علنا يحلف له أودارنا إيوه حافظك إنه هو بأسكو يخلافي مقصود كدارتا نو حولي يزغو حول دارسنا يا عبيدة هو شووه با إن بضنبو علي كم مغلاي تدكنا عامدا أما الرئيش هم أوركو أوداري دونا أما الرئيش ريح جاز المسلمين تنشوقوا الربائين هوش أيه بصدانو سبعا أفهمان أقادان علي علمك خاص كقضية أقهيه إذا أصدقوا شك كمقب وحنا ما عدي سنين نوي بقابك أفسري حافظك حولي هاي ما يأصدق عبيد قدقي ساعة عدي سنين لأنه عادة علي بوحي أهيد إنه إلى هذا شيء والبول لوبك عمل الله يابو صدق الله وبلغ الرسول سوى أجهد دينتي أحكامتي ذاك الأجهد لأن الحرب خدعة أو خدعة لبدا معنا بوا سوره قال انه ربينه اسو عديستنا وا دحي كرتا مسلمين تنو عديه هوشا ايدا
حدثنا أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عن حازم يعقوب المصري عن بكر بن عبد الله الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي قال لباط صدحات بين مرينا مسوكي أفراد سويد بن غفلة عن علي بن صومري يوز زيد بن وهب عن علي يا عبيد بن عمرو عن علي وأنك أفراد سماها عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله أبو رافع القبطي أيار لأنك كان تابعي عبيد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أها مولوه وأبو الرافع مولى عبيد الله إماها صحابي أن الحرورية لما خرجت حرورية ما كي صوب بحين وهو عبيد الله هنا مع علي بن أبي طالب الله صعده قالوا وحيدهين لا حكم إلا لله حكم إمام ملها وحن الله كأهي أحدا الله كأهين حكم ملها لا تحكيم للرجال تحكيم يحكم لما أقوله إلهين بحكم كإسكاله إن الحكم إلى الله بيك قاتل قال علي وحوري وكلمة حق لا حكم إلا الله وكلمة حق ووالنبأة والصح وقاعدة إسلامية أريد بها باطل لكن إذا بدرها الله قوة أقول أريد وحالو قلت بها كلمة حق باطل معنى خلطن بها اللقوة دا وحق لكن معنى خلطن بها اللقوة دا حديث قصيدة سوحا كميدة حديث قلت لك رواية عبيد الله مركز سيدة إلى هذين يسيدنا علي كتاب قرآن الله يكين لا حكم إلا لله كتاب قرآن الله يكين كتاب كلب حيي مركز قدي حوري مصحفه وهذا كتابه هذا معنى خلدن مس خوارج با خلدن وطابته وقدي وقدي والله الله عنده صاري شيك برا وشيك معدب كتير ماش رجل وحي علي كتابك والله قهر لياسك مهل كتابك والله قهر لياه علماء كهر لسوه وقال باكه المسلمين باكه اللي أسوى خط حروف قرنوي معلن دقولوي وين لقاه اللي يواسد كتابك قدينيش كده جوكت كتابك ها مركز قرامة وحيري حق ليق مسلمين تي يتلاضوا إمام الكودين لو صار ضدك الحكومة محدي بها كتيرة هدي اللي وين خفت شقاقة بينهما فابعثوا حكاما من أهله وحكاما من أهلها وهويني ننس قبط التحكيمي حكم الله بعضي وأقعد للدليل والمحرمة معتمرة الدليل اللي يجي الله صاروا يحكم به ذو عدل منكم اللي يجي ورقيق المسلمين ته وقياس الأولى هدي وحلو رنجري وأنا حجة بإجماع أهل العلم حتى الظاهرية أقول قياس الأولى بل هو حجة حتى في العقائد والتوحيد في الفرعيات في كبداي في صفات الله بحجية هاي هدي اللي أقعد للدليل حكم بيوبها أنت هاي وهواني ولا ثقبت حكم بيوباين ليلي مسلمين اسهردي وديكو اسكو داتو اسكو باباي او صحابيه تابعين باله ان لا قاد حقلو او ليا بلو كور غلو يا غر ليا يقور ديبتان ديبك كجري مخويا لا حكم الا حكم من حكم الله ويتحكمك قران كان كحسنت وا من حكم الله ايو وحي ربا ان دهان تحكيمك كمين ماها شريعه كمين ما ان وداد كن وداد كن يقور ديبتان دا وحسانو هول بان اسكو هينا محكمة الشرع والإسلام هذا ما هي دولة هذا مجرد إن جاوا إسخلاف سبب وأن كوجر ديفنية أنت حاجة أنا أكور قشط فيروس وحيله الدين ككابر نوك على حكم محاكو شبان بعدها وقانون الطاغوت خوارج صيده عين محله هاي بل هو من حكم الله وأذفان تنبه إلى تاي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وصف وحوت المامي ناس قليون نوت المامي تلمان نقسي إني أنا لا أعرف صفتهم تلمان تضان قرانيا في هؤلاء كون أحوان كاركابو تلمان تصبنه نسي إن من كان يكون موقتا مهما وانما يكوت مدي إنما يكوت تالي نمان كان يكوت تالابو يقولون الحق حق إجادان بألسنة أفك باركسي حقك محافصدان لا يجاوز مرافة هيو هذا مثل كذا منهم حقه يعني أفق مرة فاي أمر دون طن مرة فاي وأشار وحون فرت كف في قصيدنا عالم مركو سدا لها إلى حلق دون تسيه مشاس كالحميسة من أبغض خلق الله إليه من أبغض خلق الله إليه إلهي أنك سكو أقول عبي خوارس كترسينيو هم من أبغض خلق الله خلق إلهي كو أقول عبي كمدين رواية بقيس من تكساريس أبغض خلق الله ورواية أورانيس منهم محاكم ذا أسود من مذو
نين مذوبة كم نين كهاد دقعان تاجنة علان كاي جنب على الله يدي نين دير بو حاجة كله أم مذو قعان تونا قعان تا علان كاس إذا كلو رورا إحدى يديه لبيس قعمو مذو طبيو شاتن نف أري عند دي بد مذو أماش ناس كي بد مذو طبيو شاتن طبيو ناس كا نف كأريكا أصل طبيو حلو استعماله دقاء الناس كيس إيه إيو هرم عتك اللي باحي الناس هو ذا أيال اللي جاده طبيق اللي جاده ملاط ملاها ثدي ضرعي حيوان كله استعماله إحدى يدي لو سك عمد كم ذا طبيو شات نف أري الناس كي بد مودة أو حلمة ثدي أمان ناس ابتي بد مودة فلما قتلهم علمنا بطالم ركود دلي قالوا حجري ولا ينمن كاس انظروا إيجا وبارا تلمانتو نجب النجسية كذا حبارة فنظروا وي فيريان فلم يجدوا شيئا وي وينيكو نبي وتلمام مركه روي فقالوا حوري ارجعوا الله بتمسلمين سبعانو بارة وحميدا بارني فوالله الله انكو دارتين ما كذبت عنو بين مشيقين ولا كذبت بين اللي مشيق والحديث كايدين شيئا وحان هبوي نبي محمد بين مشيقين وانا كعاقيا سبعانو حبارة نمانكو وانمانكي تلمانتو وانو هيناي مرتين لا بشر بسيدنا علي سيدا أو ثلاثة ما صدق جور ثم وجدوه أصقب يهلان في خريبة مال شبط أي كهلان شبط أي كهلان مال فرقة ودقن أهانجر تبي كده حيلان سو نمن طبنا أهو سيه فأتوا به وإلي ما دنوا ويكين حتى وضعوه إلى إسود لجين بين يدي سيدنا علي هرتيس إسود لجين ميت كيسي قال عبيد الله وحلم ابن برافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حاضر ذلك من أمرهم ما واحد لقى شيء تقال كأنا تجيبه عبيد الله وأنا حاضر أنا وأنا قبض شوك بنا ذلك أرنكاس من أمر أي من صفتهم وقتالهم يسيد الله لأنك قعنت علان قالها يقول علي وقول علي فيهم يعلم ما أنك وح بكير قبض شوك بنا وصوت المام يعرامي تمسمين تكو عربيي جند بن عبد الله البجلي وذاك قب قاتبك شكي مركون منك لوت جاي وإلى لد الله دري ومنك السوء قادي يا وحان تقنيب الإلهي وكجري جند عبد الله البجري نمنك وحان رقيب ونك قرآن كآخرنا هي متك التاجن متك السجود سن وحد موسى هو كسر بحي ماشي دقيهين شني إنا يمشي كوه يسقط مرب جوعة نمن ما يكون صومن هبي كدون تاجن مركز عن شكيبوري حارشون نمن كان قال ذي النبي بشيء أما خوارج نبي ما بقى هي أما عالي ذن سوا خلدي فرس كبان كده جيبور صلاة الحاج عن قليبور إله وحي عدي أنا قعمها تاجي له عدد كهاي يعلي صوم مريب والصعدة حلم شكي بعد قبتها هنا كيم برشكي أنا كاسر أي صور دقائق إلى يبان كل دارته وأيج جند مركي باشي الله دجال الله مين منك يقدر ما ذي وعلي أيجي طبعا نجد لي مايا طبعا نكفي جم يس أو حدا إسكاني يشكي قب حي واجد أمنا عائشة وريسنج جند بيو عبد الله من الشداد يتابعين تي صحابة يجوب شو جاب يأذ وريسنجرت وحين أرنجرت عمالك وعلي النبي حديثك وشيغة أنا بلتشوغي لكن كوكا لأني ينبان موداي زاد يونس حقود الرواية ديسة يونس بن عبد العلى وأبو طاهر أوسن شيغين وي في روايتي وقود ري وكردي قال بكر وحر وحدثني رجل ننبا إيه ورمي عن ابن حنين إيه ورمي أنه قال إنه يري رأيت ذلك الأسود عبد الله بن حنين أصنو حوري أنا بأركينين كامدو إمالين كاس قعنت علان كالا يا سيدنا علي وماشى كسوه لي. أنت أمرك واسكو عربين تيل سكو عربين إني منك إن الله دجالهم لوجود جهاده إن لوجود جهاده الله دجالهم إني واجب تاينا وإجماع المسلمين لم يختلف في ذا وجوب ذلك الجهاد اثنان من المسلمين تامرا ملا ومسألة إجماعي. باب الخوارج شر الخلق والخليق وابن وريم بل أنضمين نعاو. سو أنت أنكم مدر. بينا قهريني. باب الخوارج شر الخلق والخليقة خوارج توان من خلق أنك يا آدم أشر بدن يوح والله أبو ريب خلقي خليقة وأسكمت خلقي خليقة وأسكمت من وحده والله كلا قادي كتاب الإمام بين قوس مري حدثنا شيبان بن فروخ الحبطي حدثنا سليمان بن الغيرة المخزومي القيس عفوا حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أبي ذر صحابي ورنا يسكمت وحن صمر سيدنا يا أبي سعيد حديثك سأل أسعي علي بن صومر هذا أبو ذر بن مرينا صحابي قال إن صومر حديث داريت علي يا أبو سعيد ما يمحاك له صوهر مري بلدبه فيرية عنهم مرينا يا إنا صحابك له صومر
مركل قصو تقد حديث كهوري جعراني عبد الله مسعود مركل قصو تقد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال حسابي وحوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أنا قد شيء أمضي ذو حاك أهان دون أو سيكون بعدي من أمتي أمضي ذو حاك سود حبود دون إيمان دون أنا قد شيء نبي حدنا هاي قوم قوليو يقرؤون القرآن قرآن كالدريرين دون آخرين دون لا يجاوز سون دافين حلاقيمهم جمع حلقوب دون تطان دافين ينقرقوا ذا يخرجون من الدين إسلام كي كبح هيا كما يمرق السهم اللي بكسو أغسيب تأغدسو من الرمية ميش اللي قلت فطي ثم لا يعودون قصو نغن ما ينفيه في الإسلام ويكبح هيا كما نصو نغن هيا هم أيقو شر الخلق أونك آدمه كو شر بدن وي والخليقه ابن ادم كبا الخلق ان كو دنبا لو جيداي والخليقه ابن ادم كان لو جيدانا ولا شيغا شر الخلق ان كو دنبا شر بدن وخير درن يا والخليقه ادمها با حديث ابي سعيد وحكيم عند احمد فاقتلوهم هم شر البريه لا يا وحو ربي ابو ريب وشر بدن قال ابن صامد وحيدي فلقيت وحان لكل مرافع ابن عمرو الغفاري من لكل مي أخ الحكم ابن عمرو الغفاري هو صحابيك ولكي قلت وحان لبولي ما حديث سمعته من أبي ذر حوية حديث أن كم مغل أبو ذر وكذا وكذا الشيخ خوارجة المامي أضوح علمي ما هيسا فذكرت وحان أشيك له لرافع ابن عمرو الغفاري وحان أشيك هذا الحديث حديث أبو ذر أن كم مغل أبو ذر فقال وحوري صحابي رافع بن عمرو الغفاري أها وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم محل أبو ذر كشيقي أنا أبو النبي كم مغلية إذن لفظك ثم لا يعودون فيه يمرقون من الإسلام يهم شر الخلق والخليقة يفقتنهم شر البرية وأدلة اللوح جيزته في تكفيرهم إيو لا أقتلنهم مدان هيلو قتل عاد وثمود هي عاد محلو دلي أو لقول لا يي أو إله يكر رقي أو لقول هلا يقي و عذاب استئصال بها محي إذن كفر يقالمه وصول نبي قسكو شباه شواهيد بو وضع شيخ مركة حدثنا أبو بكر الشيبة قال حدثنا علي بن مسر القرشي عن الشيباني أبو إسحاق الشيباني عن يسير ابن عمرو انه تابع كبير يا الله بدن ياي صحابي انه يعني والله شيء يسير ابن جابر ابن عمرو والله اخر يا لو كن شن بقول افرتني لو كو ايمان دونا اسقو مسلم كو ورنيا كدغيا مغ عيسى يسير ابن جابر هذا نوحو كو يمد يسير ابن عمرو يسير يا يسير بو والله اخر يا لبدا مغعب وا لبدا قاب وا لو هغدي مغ عيسى أبيه وابن عمرو أوجن وجابر مربى لوتيري أوجو ليادا أسير ابن جابر أما يسير ابن جابر سيدا صحنا وحوي أسير أما يسير ابن عمرو ابن جابر وي بركني قاسا قاينو صحابي هاي أبو نعيم ركب الرجحة يسير ابن عمرو إنه صحابي ركب الرجحة لكن حلوب إنه تابع كبير هاي نبي كان وسوق قاري نبي محمد بعد نتيبه أنا تبنجرة لكن ما رد توفي النبي وأنا ابن 10 سنين مركا وننسى حابي نقول قال حقه داء ذي عمرقة نوين وي صدرت صحاب الرنب وحكور يا كباره 10 ذا كل وسوق قال إنه الرواية كلها إنه وسوق عمر بعض وحكور يا علي قال وحور إنك تابعك أما صحابك سألت سهل بن حنيف بن ويدية رضي الله تعالى عنهم محمد هل سمعت النبي صبرها ما قشط الله عليه وسلم يذكر الخوارج سو خوارج شيخ يحلق صوب حيان يتلمامو ذا كشكيني فقال حول سمعته نبي كان كم مقلي وأشار وحم مذاري بيدك عنده كم مذاري نحو المشرق حق بري بفرت أتاج بري مدينة مكة جود بري هذا وعراء مدينة الجوجا حجاز حجاز مكة الجوجا بري واحد وعراق ويسوي حفهان مركب في تنطا ونبغوا شيغي الفتت من ها هنا ونبغوا بري بقى عن توتاغي باجماع اهل القبله واللغه والحديث وحاوي واللغوين واصحاب المعاجم ومعرفه البلاد والاراضي اصحاب الجغرافيا ودون حيسكون راعين المشرق وياي عراق وي قولي مشركين تاي وهابي سايين وحيدين مشرق وحاوي ونجد درعيه بريدية قسيم وي ما شو كسب بودي إن عبد الوهاب إسكيني ما يساعد
إن عبد الله توحيد بالليم إذا مشركي قالم الليم أفر مسلو إذن لك أنا كريم عبد الله وحكى لهم سو كرني أو قط قالمي أو بورك كشف أفر مسلو إذنك باب بيزيد إلى هنا وقال دقي نبي محمد الفريسي مسلمين أذكر راعي أو تقط متين بورك كذا بان نبي إلى هيك اللي إلا عابده وتوحيد كلا برتو شركه ولا قف قاده هم إلهي كلي إنك عبد مسلم ولا الله قد قلته مشركنا لقوا إلى رنا تعالى وما بين تابا أفرت مسره إلهي كلي إن لعبده إلهي كلي إنك عبد الله حيده وقعل يقول الله قد قلته شرك إن لا برتو الله إسكي إلى ليه مشركنا الله تكفير ولا الله رنا تعالى وحقله سكري حق فقيه وبدل الحنبلية يدك شافعي أصنع حنبلية ومحبي مرك أفرت ماذا بسوني قال لقاتوي مسألة لما كيرين ما أنت أصلا نقطة دين شيطان نكيرا ده أنت سوى دين شيطان مسلم معها وحبي يوسف عشر كفارين عشان يسكون لقينين وحبك صعون معي فكنت فأنت أولي لها كل عابد شركة إسكا إلالية أهل توحيدك ولا لك هدك تيم مسلمين مشركين تنكبر النقضة ده تبرها تبرها شانا وران قد أنت كقلي محاكو شبا بليش يقعد وحاكو شبا هذا الضمير نقطة ومشكلة موقت ورهضان دون تل أبيب أن كي ماذا؟ إن عبد الله تل أبيب هكسب بعض. أفر تامس إنك كولي بدمع كولي من. تيو الأنبياء والرسل بكولي. حجر مرايات. وأشار نحو المشرق مركز كي مشرق يعني لغو قادين. آخر كتب اللغات هي معاجم تي كتب التواريخ. قوم قل يو يا صبح دون أبو النبي كم النبي ولا يان مغلب ولا صوق عنت كفي قي. قوم قولوا يقرؤون القرآن حقيقة سبحان من كان مرك من كان خوارج نبي عنده كفر حقيقة سبحان عراق بكي مادي بري مطم سما بري مدينوي سو عفامة يقرؤون القرآن وقرآن كي أخرنا يان بألا سعرب كي أربو ذي كو أخرنا يان لا يعد مدافع القرآن كو مطلاب يتراقيهم دومه وضي كالعموت يمرقون وحي كسي بنا يان من الدين الإسلام كسي بنا يان كما يمرق السام اللي بكسوء قسيبت من الرمية ميشو اللي قلت فتام اللي قناك وحدثنا وحكوا عندك النوت أبو كامل الجحدر فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي حدثنا سليمان الشيباني أبو إسحاق الشيباني وهي بهذا الإسناد سنة كذا المرة يسين أبو عبد الواحد كوري وقال وحني عبد الواحد صار هذا صوكر ضي يخرج منه مشرق وحكسه بود أقوام قليو بكسه بودي إلى آخر الحديث يقرأ القرآن بعلى سنة لا يعد تراقيهم إلى آخر الحديث وحدثنا أبو كنا بشيبة وإسحاق جميعا عن يزيد بيكونني حديثك يزيد من هارون وي لبدأ وداد بقى قال أبو بكر وحول بن شيبة حدثنا يزيد من هارون الواسطي عن عوام بن حوشب حدثنا أبو إسحاق الشيباني سليمان كتب المريسين وي عن أسير بن عمرو هرانو حطوم برتنسوكو يسير عن سعيد بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيه وحاورير الدونة يتيه وحاد ديوب الدونة وحاد سليل الدونة ودين كل قوة رأيتيها الليلة التحير في الدين يتيو وحاول يردون قوم قليو قبل المشرح حق باري كإيمانيا أي الدين كو يردون محلقة رؤوسهم مضحوا ذو ملوكيسين والله حير أو سينتا على أمان وحيوين سينتا مضح حيرتا إلى آخر الحديث مركة حديث كاني خوارج يتناد وكساب سن نبقى وحاكوري أكثر من 25 صحابيا صحابة بغن قودنا وكسوغن حديث تاسي طرق متعدنا كغتي ما دا كل قوت وحنا أطريق من حديث علي إيو حديث أبي سعيد صدرت اللي بدأ حديث بخاري مسلم با طرق ذو ذوي فرعيات آد بيو وضبط قليل إلى وأحمد جيلي حديث قصة أوري في صفة الخوارج وضعيف ما بجري أحمد أوجيلي مرنا أوجيلي طبعا حديث با كو أصحدي في صفة الخوارج طبعا كحديث بدن كون بخاري مسلم ووريين وحير بيكتاقي مرك حديث خوارج المانطو يحكم كذا قصابسا من حيث الظاهر ومقطوع بصحته ثابت عن النبي تواترا ويقينا وضرورة نبي محبب كسوغانيها ومقطوع ننكي مرك هذا فنك حديث كأقون وكو قرسومي كراه وتواتر كخبرك انفطر كأهين ننكي سوغان وكجاهل نغان كراه لكن من حيث السند وشي نبي محبب كسوغان مقطوع سيد القرآن كلوري أو كلا لوري حديث كاس لباتني شن صحابي هنا يكبطان والله غيابه هدي هذا الله جمعيو
إن يصدنا ما فرتن قرآن بعد عكرت لكن أنت حفظ وسكش وريين كتبتنا كل شيء جيد بنيدين سوق جابي قضية دمر كخوارج تو أضن خلاص إنه زمان كان صوب حيني حلق صوب حيني صحابي كل جهاد يقاب كل لا يي تاس عليس بدن مصي لها تلمامه النبي وكب حيانا إذن كفلا وحاد إرعة خوارج تو لبقي بد ما كلوا في ريو دنك حكم كودا إسلام كي يقال لماذا مرك الله في ريو عيمة دل برد بهاينا والله بقيبوت قيبت هران كوه ريو خوارج تو حلو قيبيا خوارج لسكوا فقسين يا قال لما ضوض إيو كوان مورن كتاغن يا قال لما ضوض إن قال يهين كوان مورن كتيرين باجرا كوان مورن با كتاغن كوا آن خلاف يا مورن إسمان رافوسن كتير إن قال يهين كوا أثوم مرتين با كمدا كوا نبي محمد دري حديث أبي سعيد أتقصهم مرتين حديث عبد الله المسعود أتقصهم مرتين نمن النبي قد طري أي نبي محمد وعدد ما ضن كل رقمين اعدل فإنك لم تعدل إلهي با كفار قرصور يا عدالة حق أن ما ضن صمين النبي وخبت وخسرت كورنشري كو نبي قد طرور دن في حياتي النولا أما الله بني هنقدن أما صدح هنقدن أما هل نوصل نقدن هنقدن خبرت النوع عاسة إن يقاليهين ومسألة إجماع خضايا إجماع السوقورية في كتاب علام الحديث في شرح صحيح البخاري كوا نوعا إني قال يمر الملابور يا كمر مكرا إن محمد دوري ودينك سوى حكا الشيقي ونبي خيانو إيو الدقر إيو الدين الآن يعدى در كتومي كامر الملاب وحال الله ماذا قوليه خوارج واجد دنبيجي صلاة لها واجب كمسلمين تقوى والله صلاة دوت رقعد أرورت اللي تكدو يرعد رقعد فيتك اللي تكدو ركعة واحدة بالغداة وأخرى بالعشي هل ركعة صلاة ما بتجربة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما لسكوك يجده نبي محمد تكا قرآن قال لي هين قرآن عند الصوب بحيني انت يدعي عن كهر هل ركعة وقلب كيا أما فيد كيا أي ركعة ورورت وحكا ورنوا واسكسونا يجده كوا إنا يقاليهين وقد تسمى بالإسلام من أجمعت فرق أهل الإسلام كلهم أو كلهم إليهين أنهم ليسوا بمسلمين حزن بايري وأنك وقف تكفير كعرة عرق إسلام وحكم حافظه الشيكتة كوح وحي إسلام شيكتة ربا يسكن راعين إذا الكوت يسكن راعين قال إليهين كونا كم إذا بور قولي معذلو الشيكي قولي التناسخيو الشيكي وزيو دي وحاكم إذا قوليه يري سورة يوسف قرآن كم ترسنا وشيكا لودة شيئ إن له مدالية ما ويلي لهذه وهو العشقي وحبي هو لها كهل ليسا ألف ليل والليل وإيه قرآن بما وأنا من خوارج كوانا هنا قال مرن ملا نمنك كفر النوع عاصو كلا كودعي أما خوارج هالنقدة ها أما معزل هالنقدة أما صومالي هالنقدة أما رحم علم بهالنقدة هنا قال يهين مرن كمتشر إن أنت فاندين مرن ملا إنت وكفتر إنت أنا قلت بيلات خوارج توحلو يقنا خوارج قال لما ضوضه أيسن مرن مرن الله إنه إجماعية خوارج تكله وكون كون نبي محمد أنظرين أو بكر وعمر أنظرين مهاجرين أنصار أو حبك الشيعين ريب بدر أن تبجلين نبي محمد واضح أسرين هاي سيجوا الشيعان إياه لكن علي يا عثمان لحد درسنا قدم بيسن ولا شيء زي إيه قاب مامل كريب بن أمية ضم بيو إسكال الله تيجي قال التهين معي لي كتابك ربات كتكتين تحكيم كيسي عدالة دي بايدن كوير كتابك بعد كتكتين نمانكا قال يسين تدوار لسكو خلاف سنية هصي يشي خطابي حمد بن سليمان وقرن إسان أبو سليمان إيو قوام السنة أبو القاسم وحيسو قوريين في شرح صحيح البخاري حيسو قوري إجماع المسلمين وكذلك ابن بطال في شرح صحيح البخاري مسلمين تونا يكون اجماع ان ما كان انسان قال اهي اي هي طائفه من اهل البدع ائمه افرطه ابو حنيفه مالك يا شافعي يا احمد يا امه الامصار ليث يا شاف اوزاعي رجل مد كاسبيان الثوري بن عييني طبقاس واحد تكفير ولا هي يغنى مجرو مالك با اوغرون وحديث من حمل علينا سلاح فليس منا اي كحن باري جري الى تجعو بعد كفارا يضرب بعضكم رغاء بعضا يو كحن باري جري حروريه كفسر جري واجره قوليها سيجمع يسوكوريه
لكن وحالسكو وافقي ولا يري قليها لسكو خلاف سن ياي وقليها أن كل عن كفر كله أن لا إيمانين إن كلية مسلمين تديقوا ذنب بنايستان بتأويل فاسد حولها إقاتان قليها يو أركان عدالة رينا كل عنا تكفيرين شري المحكمة الأولى يوحي لها المالاء ويوحي خلاف كتاجين ياي إجماع خدابي وسوقوري يملك قوام السنة وإتخدابي يكون راعينا ما صقنا إليه هاي إلي بخاري بقابين قاليه أبو عبد الله البخاري أيا قابا في صحيحه محايا إلي وحكوك يعني أحدث الخوارج يا أبواب طوضي بكوك يعني في كتاب استتابة المرتدين مسلمين تي متأولين تانا قوني بو سارا أيقونا في باب الرد وكوك يعني باب من ترك قتل الخوارج والملحدين تأليفا بوري تأليفا ملحدين أيقو سراعي باب الرد وكوك يعني استتابة المرتدين حافظك وحور البخاري وحوقة وإن قاليه سان كنا قال البخاري أبواب تتراجم تسا يقابك حسود بردقو رقب ضنبك كم وقنا يسا أقوى شود ونمن كإن قاليه تاسم مركوا حكم كوضو قاضي ابن عربة كتغي أبو العباس القرطبة سقم مري رقب ضنبا ميشا مري ظاهر النصوص نوحاوي إن قاليه صحابي لكن تكفيري ما هينو سيدنا علي وحاكا سوغان إن لا يريخ نمكن نهورا عن كلين يا خوارجتا كورا مقالا مركزه من الشرك فروا قال لي بك عرين سي قالوا ينبو وحال من منافقين با وحور منافقين ماها منافقه هم يذكرون الله كثيرا بو المنافق محلوية قالنا إلا قليلا محيين خوارجتا ديسا قالا هين منافقين هين محيين وحلوا قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليه إخواننا كما سمعنا علي سكير علي لم يقل في الخوارج إخواننا مدهن وهكذا كان سيدنا علي قوم بغوا علينا وقلنا واحد قدبي فقاتلناهم فنصرنا عليهم يوحي لها المال نمانك وكيدي ولا لها أنه وكيدي وري شام أصحاب الجمل طلحي الزبير عايشي هو يدي يعني منك الرئيس فينا معاوية عيدا كيسي بالا ويدي مقاسر وإخواننا بغوا علينا ووراهن وحد كتبوا أنا اسكحل إني إخواننا وفي في البغات لا في الخوارج أما خوارج حكير وقوم بغوا علينا ساو كلا فهم عمار بن ياسر بامان يدو الله دقال الله يقول يا حرى وحيدة هذين قد كفر أهل الشام مركز الله تقول كفر أهل الشام ولكن قولوا فسق أهل الشام فرسوك لقال هديم رأى الشام ويقالوا بيني وحد هذان فسق بيكد عين وطاعة اليمن بكب عين ومعصية يكد عين لها إذن لبدا مثلا لسكو ما خلطوا سيدنا عنه قلتوا وحاوي سيدنا أبي مامة الباهلي في السنن أحاديث كتمت أي وحال فهمها يا إنو أسوق قبي خوارجنا قاليه مسلمين بيهان جرين وين كبحين طاسا لؤيا هيا أحاديثي الخوارج وكلابها النار نأد بأوري سحابي قاس من حيث الصناعة الحديثية آثارتها كثي من سيدنا أبي موت الباهلي لا تصح من حيث النقد الحديثي سيدنا علينا هل كاسو مري سحابي تكفيري خوارج ما هي نكوي الأولى المحكمة الأولى حقا وحقا تكفيرك من حيث الدليل هذي الله في ريو من حيث الدليل هذي اللي إيقو ظاهرك وحوي إنا يقالي حق النصوص طوي أبو عبد الله البخاري نقر لي إذن قواس وقوة لسكو خلافي قوة لسكو خلافي نوا إذن شيء حق عيمد بردبيدة والله بقي بوت خوارج منصوص عليهم أو تلمان تدن نبكو الشيء أو لبردبي حلق صوب حيان إذا الله دقال الله ميس نينك كجيرة ماشي كل أنا يوحرم بالله شرحي وقوة يا خوارج اجتهادية اللي يدادو أذوق مركز في رسالقان كوذي يقابك وحصة مين هياني اعتقاد كوذي حكم كوذات في رسالة حكومة رئيسو إني قال إني خوارجيه ليبكون هل كانوا كتاقين ياي الخوارج بالرأي والاجتهاد الخوارج بالنص والدليل معها تاسو ليب كتاقين واتاد لسكو ترطورو اللي هاي يبالوا خوارج للأرد هاي وقوله ساقي إليهين قوله دورة خوارج وي وقال مقاشان بإلا تباشو ما يجمريسو
تيلاس عرض وخوارج معايلي وحيكون بحين حاكمك مسلم كاية مصبيحي وركز وما يزال هل قاسي هذا مريس قولي هوية مرك حسن قرقرت دبت أقنانا هي معايلي حسن إنك لدك علمه أما رأيكم معارضة أما حبت كرد أسقنا وخارجي كوضع رؤوس عبينا وركز ويجرى حمس عد بريع إذن كيزيو قولي هاك اسمي فردي يكون يروف يكون ملا فردي هاوشا آدس كغا إلالية الخوارج بالرأي والاجتهاد وحلقة قبان ياي روحوا خارج كنا عطيسو مع خارج لغو نقضاء خارج وحلقو نقضاء لبا مسألو من نوع عقيدة من نوع سياسة مدى سياسة دان كوهر مريو ملحوين مسلم أو كتابك الرب جاي حكم سنة النبي محمد كردق ما أو عادلة أن سنة بالكمرين كتابنا بالكمرين هذا كوب بحضو أضلاع دجالنتو محاطة خارجون خارج والقرآن كرا كتابك الرب جاي كردق ما من سورة الفاتحة إلى سورة الناس سنة كردق ما سني سلفيا وكتابك الرب كهلية كامرقاتة يدور معه حيثما دار كعمر بن عبد العزيز ثم قرر الرئيسان ننكبح خارج والأوران كراء وأنا خروجك سياسي قابكم كذو فانتا إمام جائرة ما همد قال من حوين الجائرة وكتابك الرب يكون رغم حوانا كبت بوده سنة يكون رغم حقا نأحدا حق الدقالة حق المملكة حق عدالة لكن ولي أن قالوا بين كوا كبح الله دقال لما إن خوارج الأوران أيو دليل ملها دليل ملها وحاكم مسلمة صلاة دعوغة دين تقول رقمة كتابك الرب قيد أغن قليا لكن حقوق فارق قبيل لكي فيانا بنان إن أذيرسي شكاد هبلو مقاعو كانوا رم علينا كويري كانوا شريف أبدي كان وهوية حسو الشقادة سي كان وضارو دلع سي كتابك مايا وإلا قمانتا حاكم بايقا قاب حيوه كم معصية يستاد دينتا لكن بدن كدو قد رقما كتابك الرب بقين محيوية هاي دستور سنة المحيوطة هاي دستور يدين وحنكو كفريي طاغود يدستور يقانون يحير صومالية يحير كاس نينك كبحة هم جائركا مسلم كان إنه يا خارجي هم دليل ما لها سلف كان لقى سهيل ما هاي علي بقى لقى وريا هذا إمام عادل كبحانا لا تقال لما وصاك كالية هذا إمام جائر كبحانا لما تقال لما يكرتان قرب استاق أيها ورقوات فانتين بيلتا معاكو زواري كوا خروجك سياسي يقول ما خارج النقطة مرحبت كبحضو إمام عادل بقول كيف بقول خروجك سياسي خروجك عقد وحولي هاي لبط المامود إن الله تمادو مسألة إن الخلاف تقول كتم وتم مسألة معلوم بالدين بالضرورة ومدنا كنت تكفير سوء يا إما إن الذنوب توح كنت تكفير سوء لبدا سوي قوليها تكفيرين يا خوارجتي بالنص تكفيريني وعيلي نمان كوحانو كنت تكفيريني إنا وحي قاليسيين ضدله بإسلام نمضه بالقطع واليقين وأه أصحاب رسول الله أهل بيعة الرضوان أصحاب أحد وبدر بيتكفيرنا يا إني المسلمين الله ومسلمهم إني إيمان خد إيمان باولي بلو علي عثمان رق الله متك وين تكفيرية من علم إسلامه بقطع ويقين نينك تكفيرية فهو كافر بيلي أدو أك إسلام نمدي سهوري وحن مركا قيل قيلي وحن معالهين يدنوبي هذا اجتهاد كذا أنا قلت تكفير سو بعد قيام الحجة ولو قلت تكفير قال بعد كنا قم بيلي رأي قاس نينك تأسيش ذي دين كدكتا وخارج معتقدا وحاقلوا خارج معتقدنا من يكفر الناس بالذنوب من يكفر الناس بالذنوب كوش محمود نور عثمان واقام كحكونا إني خوارج محمود كحكونا وعسكنا فرقا قضب كرانو عسكرنا محوها وحي عقيدة كدكتين
إن المسلمين تأكل تكفيريان شيء هي له هو إنه إسلام يهاي بالقطع واليقين محن كودنا وحي كلين شعائر الإسلام لا إله إلا الله محمد الرسول إنك إلى هذا إيه تكنية إيه زكينية إيه حجينية إيه سومية إسلام أصح ما هي مسلمنا ما إلى أن نكسحنه شروط لي هذا سديد أما تضبع أن كسحنه وحي حلي النبي محمد الإسلام في اللجوء سوقلي شرينا ما أنت اللجوء سوقلي ما يتاقين نبي حلي قتالنا أبو بكر وعمر شوقين إسلام محلو سوقلي شري لا إله إلا الله محمد رسول الله النطق بالشهادتين يا شعائر الإسلام كل التزام حسب القدرة والطاء والمكنة أي لوسو قلت شري هاوشي ما أنت ما شرتي دين هذا طبعا قرا شهادة أو صنطو صلاة أو واحد حتى كنا نقطة زي كذا عاد فرق ذو هذا يكون طالع ولي مسلم متيت الدنك واس بدلي أصل من أصل من أصول الدين لا يتخصص ولا يتقيد بالزمن أو أشخاص أو حوال بوحكدين مسألة خاضعة للزمان والأحوال والأشخاص تتغير الفتوى التغير بحسب تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص بيد هذا إذن والتغيير يتبديل الدين كله ويقبال إن إسلام لو حكم أحد كشاتين كالليمت شاتين ويحكدم التزام إن إسلام لو حكم هدان قال لمن لقوق بحد ذاته ومسألة معلوم من الدين بالضرورة منك شهاتين كاللي مات قال لي مهران لقوقي من هذا كم وقتنا أي سنجرين وحنك احترازي يا خلافك حنفية ضعيف كاي قال لي مهران لقوقي وحادة كم وقتنا مجره شعار الإسلام بموجسن هيا ظاهر وي إن إسلام لو حكومة ومسألة معلوم من الدين بالضرورة أيقونا وحكم ما هيان وحي اللي قلنا محمد دين كالوسو قلت شرينا لو سو قال ما يمانتي تاغيين نيمان كاس دان كاسو وحان كا خوكنه اني خوارج معتقدا اسكا الهالي او شيدا وحان marka meelaha lala ordahay daarood iyo hawiye iyo isaaq isla dhordahayaan wax ka jira majur maxay la haakim islaam ama ma ayno hageejoga haakim islaam ee lagu khuruujay haakim siyaasi ah oo caadil ah ama muslim yaa noisa شيغا انغن نقاشني حقي جوغا كو ان لوو بخا واجب او لوو جهادو هدي تبر لو هيو باش مركز سياسي دلو سكو ترتور هاي اسكا الهاليه خروج كسياسي شرط غيس وين امام كو هي عادل يحكم كتاب الله وسنه رسوله بحذافيرها متك معتقد كانه وان كو دحدو قلوم بدك هو قال لي سيسو مسألة معلوم من الدين بالضرورة حاجة عكس كذا بنك كله كنقيد كأو أمس ندي نقيد بنك ذا كلا يا كاسحن تحسنا وتكفير كحمرك أو بانا يا إن مركا حجدة الوقم ومسألة سمعية ضرورة وقتين هذا المركا ذو ملايين يسروحين حجدة كقنطينا وحلو يقنا وأن علم له حكما أو حقيقة مسألة دوي بهذي مسألة وقلب بحي إسكا إلالية وحن سياسة ده خوارج خلاص كوتي إذا عاهل الأرض هاي يا حسن قلت أولي هاي علماء إيش شكتي علماء لو كون شكت أباها إن الله في ريو من مسلمين بسوا قالوا أيه أباها إن الله في ريو لأن إنك هذه هذا كتاير سن أذو يدي كتاب ربي مرة به ومعان ربا يدين كرون شيء الصومالي يدير الضرورة أشرافي واحد يساق ضد النقطة منين ما أنت هي أذهي سان لكتاب ربي قبل لي حبين تقول شيء كذا، حكيت شو إنك كتاب ربي قاتلني، كتاب ربي جم ما تلين أيوة دستور با تلين ديمقراطية تلين ساسا نلقو صوت دور تبي دين تاجي إن سياسي ملحدين، مت كارجيس دين شو جا مت كدين فدي كسمايو كفدي مقدوش معي تاجي، دستور با تلين ديمقراطية تلين وأكما إنك أوران كار كتاب قرآن تلني، كروس مصر با كفكاني، ما هم لسه شيء. إذن حقيقة خوارج الشجع خوارج وحلقها الله مركز هذا النقطة هاي إمام عادلة أو كتابك الرب جمع هذا حصارنا أو سنة كل رقم هاي أو دين كنوه جامنية وذات كشجع سماه وحبها هي أيدي
نين دستور يا بين الكوريا الديمقراطية قانون وطام مسلم وذات كييري أسرع أباهن جبر أمه رسالة إن لقى فيرس هذا جبر وقبا إن دبلا فيريو سرع أبا أسرع حنوسرو جيران ميالي دخل دهايا كربح كتاب كربي جاي بقى محاوط شر هذا كتاب كربي جنين كريحي الدستور صور دكتور قرمو مسلم نقضي قرمو مسلم يا إيش هذا يدك بليش هذا نيجي كتاب كربي جاي ديدن إن أقلاي أبي كتاب بالو قدرلي هو يدي بالو قرصدي أنت أصلك صور دك مهاي شافعي أنا هاي ما أقلا وروح عن إسكدة مرايكني يروي كورو دوبيره من هاي كان نص صور دك بجور هالك نص صار بخاري واقع كتاب القرآن كهال وإذا ده هو أنا قاعد كهالدين نويجت أظن عام يبات إسكافريسو جامعة بعض السيمة دي هولها دي إنجو إسكافورو ما حتى الله مسلمين تكودي بيرقاتها وذات كدن دن لها يحقوش لما أتفي سبنت كوش شيء هتو سكها قال سنين كام مسلم سنو وين خنت لسه شيء بنت أمة ذكى داي نقول بدين كنتو كي قانا كرهن شيء بنت رأي لين كها بهاب مودنا دري الدارات سياسة دحين كوالان سومالي أنا بين ويحبك مجران دولة إسلام وحقو دم بيس هم إمارات كإسلام كها يدور بقوله صنع كباب باي بريجا يحبها الصومالي أقدم بيس كتاب ربي يكون رقم تشر تي هذا عدن مسلم هاي تي هنا هاي تي محاسد بران مسلم هاي تي عبد القاسم سلاط بان مسلم هاي تي شريف أحمد بان مسلم هاي ما يكون حقيقي تي هنا هي عبد الله يوسف بان مسلم هاي ما أقدم بيس فرماجو تي سان مسلم هاي جرجرتي تي سان مسلم هاي قليه ويجرجرتو يكحرقين waaydan kuun daro magacooda sheegta kaana gurgurti xasan maxaan dhaa xasan sheekh maxamed hadaba qaata laakiin muslimi ugaada wallahu a'lam.